اهلا بيكم في عرض الازياء الخاص للمصمم العالمي مايكل سينكو. عرض ازياء عالمي من الطراز الرفيع هنا في مدينه العالمين الجديده. خليني اقول لكم للي ما يعرفش طبعا، بما ان في ناس كتير جدا ما بتتابعش عروض الازياء وما بتتابعش مصممين الازياء، مايكل سينكو واحد من ابرز مصممين الازياء في العالم كله. بيلبس مثلا بيونسي، بيلبس ليدي جاجا، بيلبس ريانا، بيلبس في الوطن العربي نجمات زي نوال الزغبي. ابرز واهم نجوم العالم بيرتادوا الازياء من مايكل سينكو. لاول مره في مصر بيقام عرض ازياء عالمي لهذا المصمم الكبير جدا. تعالوا اخدكم جوله في التجربه اللي انت بتعيشها في هذا العرض في مدينه العالمين الجديده ضمن مهرجان العالمين الجديده. زي ما انتم شايفين المشاهد جميله هنا في نورث سكوير. المهرجان بيقام في نورث سكوير، زي ما انتم شايفين بتستقبلك النافوره والاجواء الجميله. قدامك بيكون موجود ابراج العالمين الجديده اللي هي عامل الجذب الاكبر لكل هذه الفعاليات. خلينا ناخدكم طبعا جوله كده في هذا الحدث الكبير في الفاشن شو العالمي اللي بيقام النهارده على ارض مصر، وده العظيم هنا في مهرجان العالمين. المهرجان فيه فعاليات رياضيه، فيه عروض طبعا الحفلات الغنائيه الكبيره، وفي كمان عروض الازياء وفعاليات كتير جدا مرتبطه بكل حاجه، حتى عروض الطيران شفناها موجوده هنا في مهرجان العالمين الجديده. طيب بيقابلك بعد كده الريد كاربت، وجوه بقى هنشوف فساتين مايكل سينكو. مايكل سينكو امبارح طبعا كان في مؤتمر صحفي كبير جدا لهذا العرض او لهذا الفاشن شو، وكان ليه كمان لقاء مع قناه القاهره الاخباريه. اتكلم كتير جدا عن الحضاره المصريه، وقال ان الحضاره المصريه بتمثل ليه مصدر الهام دائم. اتكلم على انه هو كان من احلامه ان هو يعمل عرض ازياء في مصر، وطبعا ده العظيم اللي احنا بنشوفه في بلدنا النهارده، ان مصر طول الوقت الناس كانت شايفاها حاجه كبيره، لكن ربما ما كانش فيه المكان اللي يجوا يستمتعوا بيه في مصر، وما كانش فيه الامكانيات ان يقام هذا او يقام مثل هذه الاحتفاليات في مصر. النهارده بنشوف ده كل الشغل اللي معمول لوجود مدينه عالميه زي العالمين الجديده. هو كمان اتكلم على العالمين الجديده وقال ان انا شايف ان هي هتبقى وجهه السياحه الأولى في المستقبل، وقال زي ما بقول لكم إن هو بيستخدم الحضارة الفرعونية، واتكلم بالتفصيل، يعني اتكلم على إن هو بيستخدم الرموز الفرعونية، بيستخدم الكتابة الهيروغليفية في بعض تصميماته، وقال إن كمان بيستخدم دايما الألوان اللي كانت ألوان تعتبر رئيسية في الحضارة الفرعونية زي الأسود والأسود والذهبي دايما في تصميماته. جوه بقى هنخش على الفساتين، وهنا في اماكن للتصوير وبوزس للتصوير. طبعا احنا واخدينكم في كواليس الحدث، ربما تبقى الدنيا مش مترتبه 100%، ولكن ده اللي احنا حابين نعيشه لكم. احنا حابين نعيشكم كواليس الحدث بكل تفاصيله وكل اللي بيحصل فيه. فتعالوا كده ناخدكم للاماكن اللي فيها تصوير وفيها بوزس للتصوير، وطبعا فيها اعلانات لهذا المصمم العالمي. تعالوا كده اتفضلوا معانا. طبعا زي ما بقول لكم هنا يعتبر اكسبيرينس، فانت بتيجي تلاقي اماكن للتصوير واماكن للاعلانات والشاشات عرض كبيره جدا بتعرض عروض الازياء اللي عملها قبل كده مايكل سينكو. طيب تعالوا بقى نروح الى التصميمات بتاعته والفساتين اللي اكيد موجوده هنا. تعالوا اتفضلوا معانا. مايكل سينكو طبعا اتكلم كمان عن تصميماته، وقال ان هو بعض التصميمات بتاخد منه بين الشهرين وبين الثلاث شهور عشان يقدر يطلع تصميم فعلا يليق ان هو يكون في المجموعه بتاعته. بص طبعا حاجه من الطراز العالمي، في عنايه كبيره جدا بكل تفاصيل العرض ومكان العرض، حتى ان الارضيه تكون يعني متظبطه، الالوان زي ما بقول لكم هو جزء كبير من هذه الاعمال مستوحى في الاصل من الحضاره الفرعونيه. تعالوا ناخدكم لحاجه ثانيه من الاعمال، وطبعا بعد شويه هيكون في عرض الازياء بالكامل، المودلز بيعرضوا كل تصميماتهم. طبعا زي ما بقول لكم مايكل سينكو واحد من ابرز مصممين الازياء في العالم، فهنا احنا في مدينه العالمين شايفين حضور من كل انحاء العالم، مودلز من كل انحاء العالم، اهتمام كبير جدا من كل الناس بالتواجد في هذا الفاشن شو. بعد الفاشن شو على طول هيكون في حفل للنجم الكبير رامي عياش، والويك اند مكمل، تفاصيل كتير وفعاليات كتير. عندنا النهارده حفلات من العيار التقيل هنا في مهرجان العالمين الجديده. سيبكم مع الفساتين، وبعد شويه هيبدا الفاشن شو، ان شاء الله يبقى حاجه قويه جدا. خليكم معانا.